الآن وحصريا فضل أهم فضل فضل الميدان للمترفة خلود في عالم الصوتيات. اشبع شغلو 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 شرف الملكات خلود ورددوها افرح الليلة بها واهدوا لها أغلى التهاني وشو الوردة الطبيعية الحضور واستقبلوها اقبلت والنور منها شع يضويها المكاني ألف مبروك يا خلود النادرة يا بنت أبوها والله يهنيك بفرحك وفي عند القراني والله يهنيك بفرحك وفي عند القراني ليلة فيها السعادة تكتمل بالليل وفوها ملكة الدرة خلود السادة النهوة من هم نافسوها مهرة بصافها ما مثلها بين الحسان مهرة بصافها ما مثلها بين الحسان بنت عز وبنت قوم ستة ستة خمسة صفر خمسة خمسة.